لا مرور بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحويناها جمهورية فدرالية الصومالية رئيس الوزراء جمهورية فدرالية الصومالية مسؤولية لبضة بلاء بجوانيها قولة بنادر تمام حاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله سبحانه وتعالى أيام هذا السنة من هذا المبرور الكريم سنة وما أنقلنا إسلامك يا إيمانك سنة وما أنقلنا بسبب كيسان رمضان وكتره انت السكت ولا أيام كلمة مشاء أن تعرض يا وحاوية إن أن فهمنا وطنة صحيحة دولة لغو النقضة دولة لغو هلا دولة لغو الأسرة ولا يا قصة مسلمين ليش أمنا أيام ويكتب قارن أيام وكتابك إلهي سبحانه وتعالى هي صلاة النبي سوية صلى الله عليه وسلم هذه من باطلان النقضة وحلو نقوم يا صلاة كريمة معها وحاوية نظامك دولة النماء وإن لو قلنا قضاء سيد الله هلا يا سيد الله إلى شبابا كتاب كان مقدس يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مركي دي الله نقضاء مسلميتا ومضى مسلمكا دولة دولة كومات وحي أهيد دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدينة أساسة بهاي دولة أسواح الربع أساسة محايا هاي دولة أسواح الربع أساسة قبيالات معهي دولة أسواح الربع أساسة دنكارة معهي دولة أسواح الربع أساسة أنيقا إيا أنكا إيوكا قرد هنا قيبت هذه آوي معهي دولة أسواح الربع أساسة كون عقيدة الإسلام كأيا الربع أساسة توحيدك إلهي أيال وأساسي شرع هذا إلهي إلا أوفيه وإلهي رسولك صلى الله عليه وأساس مبدأ أسفى للسويمك قف السويم دولة أس إذن دولة وحفوك ره وحفوك بيريه أيه إيه مسكح بوكينا هيي مال بوكينا هيي مرق بوكينا هيي دولة أروح أربع أساس وحياة هاي ولا تنمو أيها هاي دولة أروح أربع أساس وحياة هاي دخلنا قضية يشاء هذا أنا بصومالنا هاي هذا دولة دولة إنه أنت أنا دولة نقولني مرتا قضية ملنا قضية إنه محي تعي قضية أنا مسنا المحي تعي وها عن دفاعنا الحين وها وشقينا محيين أهدافة أن تكسلنا محيين ولا ريال مسؤولية شعب الصوماليات انت هذا إلى الشوكتة إيه انت إقام مقام بوحان كؤرم يا دفع قضية لهين دولة ما أحنكران دفع قضية لهين دولة ما إلى شنكران دفع قضية لهين شرف ما إلى شنكران أما قضية تينو ودين تينا أما قضية تينو وعضل كينا أما قضية نواطن تعم كاوي وحصل دولة الأساسة وقت النبي صلى الله عليه وسلم تذكى وحيي لينا يا لذن نضع أمتا تذكى بناها قاركا كشقينا يا تذكى أهدافتا كنوطا إن طوش الوي فيه إن قار روصا قفت أمتا فسادي لي
oo diigeeda banaysanaya ama midnimadeeda balqalinaya. Qofka noocaasi ummadda muslimka markii la joogo, qofkaasi qabiil ma laha, qofkaasi qolo ma laha, qofkaasi qof difaaca ma yeelan karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa ayuu ku yidhi, walaa takun lilkhaa'iniina khasiima. Nebiyow, dadka khaa'iniinta ah ha u doodin, dadka khaa'iniinta ah ha difaacin. Nebigeenna sallallahu calayhi wasallam markuu madiine dowladda ku asaasay, wuxuu ku asaasay qofkii qof fasaad wada gabaad siiya ama soo dhaweeya ama la jira ama qariya, fa calayhi lacnatullah, lacnadii ilaahay ha ku dhacdo ayaa lagu asaasay. Walaalayaal, waxaa loo baahanyahay inaan fahamno, dowladda islaamka dadka muslimiinta waxay ku asaasan yihiin xasilooni, waxay ku asaasan yihiin kisa xisaabtan, waxay ku asaasan yihiin in tartiib loo